الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني المقرر. نقل رئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر أزمة صحية طارئة. وكوريا الشمالية تطلق صاروخين قصري المدى في اتجاه بحر الشرق وجارتها الجنوبية تندد. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي المقرر. وخلال اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية القوات المسلحة وعدد من مديري الشركات الاستشارية الهندسية، أكد الرئيس ضرورة الالتزام التام بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية لتشكل هذه المدن مجتمعات عمرانية حديثة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين. أفادت وسائل إعلام تونسية بنقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس. ومن جهته أوضح نجل الرئيس التونسي أنه تم نقل والده إلى المستشفى العسكري، وذلك إثر أزمة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي والذي تعرض له خلال الفترة الماضية. أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن الانتصار على الإرهاب في طرابلس بات قريبا، وأضاف في كلمة له أن طرابلس ستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين. وحث حفتر قوات الجيش عند دخول طرابلس على حفظ أرواح المدنيين والمنشآت العامة ومواجهة كل من يرفع السلاح بحزم وبدون رحمة. أعلنت الوساطة الإفريقية أنها تتوقع استئناف المفاوضات ما بين قوى الحرية والمجلس العسكري السوداني السبت المقبل. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنا توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى الإعلان عنها قريبا. وأكد الجانبان التعاون من أجل تطبيق بنود الاتفاق. دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى وقف ما وصفتها بالأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة، وذلك بعد إطلاق بيونغيانغ صاروخين قصري المدى في اتجاه بحر الشرق. ومن جهتها ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن الجيش الكوري يراقب الوضع عن كثب في حال إطلاق صواريخ إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد. يواجه منتخب مصر للشباب لكرة اليد تحت 21 عاما نظيره النرويجي اليوم في منافسة دور الثمانية للبطولة. وكان المنتخب الوطني قد تأهل للربع النهائي بفوزه على صربيا بنتيجة 30-29. انتهى الموجز الإخباري، لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.